ما طلعوش 30 سنه، طلعوا 32 سنه كمان من الغياب يا حضرات. فاحنا هنا بنتكلم عن انجاز مهم جدا، انجاز تاريخي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبالمناسبه احنا فقرتنا الاولى دي احنا يعني عاملينها النهارده عشان نقول مليون مبروك لمنتخب مصر بكره الهدف للمكفوفين على الانجاز المحترم اللي هم حققوه وفوزهم بذهبيه بطوله افريقيا اللي اقيمت في مصر، وبالتالي الصعود الى الدوره البارالمبيه باريس 2024. تعالوا نتكلم اكتر عن هذا الانجاز وعن هذه الرياضه وعن قوانينها مع ضيوفنا اللي هينورونا في هذه الفقره، كابتن محمد فرحات المدير الفني لمنتخب مصر لكره الهدف للمكفوفين، وكمان منورنا عبد العزيز اشرف لاعب منتخب مصر لكره الهدف للمكفوفين. صباح الفل عليكم منورينا ومليون مبروك على الانجاز المحترم. اهلا بحضرتك ومتشرفين بوجودنا في قناه الاهلي. يعني صباح الهنا وصباح الجمال حقيقي والله يا كابتن محمد وكابتن عبد العزيز، فخورين بيك جدا لان كمان احنا بنتكلم عن تاهل لاولمبياد باريس، فاحنا معانا بطل دلوقتي ان شاء الله اولمبي بيمثل مصر في محفل دولي عالمي كبير جدا. هنعتمد عليك يا عبد العزيز ان انت تجيب لنا ميداليا باذن الله يا رب مهما كانت بقى. بس خلينا نبدا من الاول كابتن محمد، نعرف الناس ايه كره الهدف اصلا، والفريق او يعني بيكون ازاي، المنتخب بيكون ازاي، ودرجات كمان الابصار او يعني خلينا نعرف من حضرتك اكتر. كره الهدف هي لعبه جماعيه تخص ذوي الاعاقه البصريه، بتعتمد على حاسه السمع. الفريق بيتكون من 6 لاعبين، 3 اساسيين و3 احتياطيين. مدة المباراة 24 دقيقة على شوطين، كل شوط 12 دقيقة. طبعا الهدف منها هو إحراز الأهداف في مرمى الفريق الآخر. بيحكموا عديد من القوانين، يعني يكفي أن أقول لحضرتك أي صوت أي حاجة بتحصل بيعاقب عليها اللاعب أو الفريق، يعني في أخطاء بتبقى على اللاعب وفي أخطاء بتبقى على الفريق. ببساطة شديدة كل فريق بيحاول يصاب الكرة باليد، يعني ما ينفعش يلعبها برجليه، لازم يلعب الكوره بايده. طب والاصوات اللي بتكون مصاحبه للحدث، يعني لو مثلا في جمهور حاضر بيحصل ايه في الحاله؟ طبعا هو الحكام بيبقى عندهم يعني شروط معينه، انا اثناء اللعب بيكون الكل في حاله صمت، يعني يبدا اللعب بكوايت بليز. بعد كوايت بليز بيكون كل خلاص ما فيش اي صوت، فيبدا يقول بلاي، فيبدا يستمر، يبدا او يستمر اللعب. في كل مره بيحصل فوت لازم يوقف فعاليات المباراه. يعني بالظبط. لكن طبعا اغلب اللي بيكونوا موجودين عندهم تقريبا في الغالب بيكون وعي باللعبه، فبالتالي بيبقوا عارفين القانون ان دايما خلاص انت تقدر تسقف وتقدر تايس اثناء ثلاث فترات، في اثناء التوقفات زي الكوز كات اوت اتكلم براحتك، مثلا اتصدت بلوك داوت وطلعت بره برضه تقدر تدي، انا ادي تعليمات. في حاله احراز الاهداف الحكم بيصفر صفرتين زي كره اليد كده، تقدر تسقف تهيص تعمل كل حاجه، ولكن بعد كده على طول اول مول كواد بليز صمت تماما. انا عايز اقول لحضرتك ان اي صوت بعد كده يعاقب عليه الفريق، يعني انا لو حبيت اتكلم في اللحظه دي اعاقب فريقي بضربه جزاء، فبيبقى في نوع من انواع الاحتراق النفسي ان انت تبقى قاعد وعايز تتكلم وعايز تقول حاجه او شايف خطا ما تقدرش تتكلم، تنتظر لحظه معينه تتكلم فيها وتسكت تماما. طبعا. طيب عبد العزيز بقى احنا عايزين نسمع اسمك، حلو على فكره عبد العزيز بحبه. عرفنا على نفسك اكتر وعايزين نعرف برضو انت ابتديت الرياضه دي امتى والتالق بتاعك لغايه دلوقتي، انت بطل اولمبي يعني ان شاء الله. ف ما انا بقول اهو ان شاء الله والله. بص خدها مني كلمه باعتبار ما سيكون ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا عبد العزيز. اولا اسمي عبد العزيز اشرف من محافظه المنوفيه و خريج مدرسة النور، دلوقتي بدرس في كلية إعلام. طب ما تعلمنا صوتك سيكا يا عبد العزيز. هنقولك إيه رأيك؟ ماشي. اتفضل. بدأت ألعب من وأنا في الابتدائي كرة الجرس، بس كان في المدرسة عادي من غير أي حاجة كده، لأن الرياضة دي في جميع مدارس النور بيمارسوها زي أي طلبة بيلعبوها زي كرة القدم كده في المدارس العادية. فاحنا كنا بنلعب مع زمايلنا ومع بعضنا عادي لحد ما الكابتن محمد كان موجود في السعوديه وجه في نهايه 2019 كده، وكان بقى هو ليه نظره في بعض الطلبه اللي موجوده في المدرسه، فشاف مننا واحد واثنين وثلاثه يعني اختاركم، شاف مني لاعب كويس يعني موهبه طلعت وجهه نظره صح؟ طب والله يعني اكيد، لان وصلت لحد بطوله افريقيا والحمد لله يعني تاهلنا لباريس، ف
حضرتك يعني. هو عبد العزيز كان بدأ معنا فترة كده وهو لسه صغير، بدأ معنا بطولة الأهرامات الأولى دي كانت سنة 2022. أنا بتكلم عنه هو شخصيا يعني. فبدأ بسنة 2022 الأول. كان لسه برضه يمكن لسه ما خلصش المرحلة الثانوية، فكان يعني شايفين فيه موهبه زي بقيه المجموعه اللي معانا يعني. في صراحه المجموعه اللي معانا ما شاء الله عليهم كلهم اعمارهم صغيره، متوسط عمرنا 21 سنه. فدي كانت ده كان الهدف بتاعنا، ان احنا نعمل جيل صغير شباب قادر انه يستمر لفترات طويله مع زياده الخبرات مع المنافسات الخارجيه. كل ده هو اللي اهلنا ان احنا نقف علينا دلوقتي.